راه ماشي خيريه، هادشي ماشي خيريه. غادي تمشي تسجل غادي يبقى يعطوك الفلوس ويجي يسكنوك، هادشي راه خدمه تقاتيل سهر الليل، يتسدوا لك 100 كونت 200 كونت 300 كونت، خصك تكمل. السلام عليكم شباب، مساء النور، وكنتمنى كلشي يكون بخير عندكم، كلشي مزيان. المهم بغيت ندير غير ستوريات هادو باش نهضر لكم على نهضر مع الناس اللي مازال تيقول لك اخويا مازال ما كاينش لانفو، مازال لا يخدم دروب شيبين. قلت كي ماشي ضروري تبدا في الدروب شيبين، عطا الله عطا الله باش تبدا. ما عندكش فلوس، ما عندكش راس المال، عطا الله باش تبدا. كاين الريسكين باقي خدام، الريسكين الدراري راه مازال خدام. الناس راه مدايرين، راه كيديروا الصرف صحيح في الريسكين. دابا كاين من غير الريسكين كاين دروب شيبين في اي باي، كاين فيسبوك انستنت جيمز. راه الناس دابا اللي طالعه الموج دابا ديال فيسبوك انستنت جيمز، شي حاجه اللي باديه جديده وفيها الصرف حتى هي، فهمتي؟ عطا الله ما يدار. دابا المشكل دابا اي واحد في هذه النقطه بالضبط كنكون في الزنقه، ولا كنكون ولا الميساج اللي وصلني تيقول لك اخويا راه بغينا نبداو الريسكين، بغينا نبداو راه بديت ريسكين، ولا بديت اي باي، ولا بديت اي حاجه مثلا من هذا الشيء اللي قلت زعما ما كيفاش راس المال. تقول لك اخويا راه كاينه مشاكل، كتسدوا لي كونت، جوجل بلاي كيتسد لينا، ادسنس كيتسد لينا، اي باي كتسد لينا، فهمتي؟ على اساس هو جاي على يدخل خصو يخدم، ما يبقاش مشاكل، ما تسد لك شي كونت. شنو نقول له؟ كنقول له ودي الحمد لله في جوجل في ادسنس يتسد لك، حتى تسد لك على واخا يتسد لك على 100 مليون، هذيك 100 مليون في جيبك انت، ما خسرت حتى شي درهم باش دخل لك 100 مليون، جهدك خسرتي واحد 25 دولار باش قديتي باش فتحتي الكونت. اما تقول لي شنو تيبغي يقولوا هما، تيقول لك لا خويا بغينا نديروا دروب شيبين، عطينا شي سوليسيون كيفاش نبداو نيشان دروب شيبين ولا اي كوميرس ولا شي حاجه بحال هكا ولا تي شورت. كنقول له الا بغيت، الا هربتي من الريسكين ولا من لا مثلا من الريسكين، الا ود سدنت لي كونت كيمشيو فيه الفلوس، زعما كتدخل فلوس في الاخر ما كتشدهاش، وهذه ديك الحالات اللي كيقولوا ماشي ديما غير مره راه في لا جيتي للدروب شيبي راه عندنا نفس المشكل. راه كتكون خدام، راه ملي كتسد لك كونت في الريسكين فيه 100 مليون، ماشي تسد لك كونت في الدروب شيبين مثلا ديال باي بال ولا ديال سترايب فيه 100 مليون، لحقاش 100 مليون ديال الريسكين راه ما دخلتي، ما خسر من جيبك حتى والو باش دخل لك 100 مليون. اما في الدروب شيبين راك باش دخل 100 مليون راك انت خاسر من جيبك واحد 60 مليون ولا 70 مليون باش تبقى لك. ملي يعني الا مشات لك 100 مليون راه مشات لك واحد 70 مليون ولا 60 مليون من جيبك، ماشي كيف حال الريسكين راه ما مشى لك والو من جيبك، مشات لك غير تمارة. اما في دروب شيبين راه تمشي لك تمارة وتمشي لك الفلوس اللي انفيستيتي، فهمتي؟ وعاد زاد عليها المشاكل والصدام، وتقدر توصل بزاف الامور الخايبه. لهذا شباب لك تي جاي تخدم في الويب، ما تجيش بديك العقليه ديال الويب ساهل. الويب راه بحالو بحال اي خدمه اخرى، بحال دير دكتور ولا دير انجينير ولا غادي دير اي خدمه طاحت لك في بالك، ولا قاضي ولا شنو ما بغى يكون، راه ماشي ساهل، راه ماشي شي حاجه اللي زعما غير اجي ودخل وادخل الفلوس، ماشي غير اجي ودخل الفلوس. كاين هاد الحالات ماشي مكاينش، ساهل كتدخل فلوس، ساهل الويب ايزي موني، ساهل من جميع الخدمات الاخرين، ولكن راه فيه هاد المشاكل هادو، خصك تكون هو هاد المشاكل وتقدر تكون تصقع اللي كل نهار يطرى لك شي مشكل كبر من اللي فات، وعادي جدا. وبالتالي من تكون داخل ما تبقاش داخل ديك العقليه ديال راه ولفنا في صغرنا، من صغرنا ولفنا راه كيعاونونا طراو المشاكل غادي يجي غادي يحل، ولفنا الحياه ساهله، فهمتي؟ ولفنا ديك عقليه الحياه ساهله، ولفنا اصلا المخير فينا قاري وكابر على اساس انه غادي يقرا وغادي يمشي للاي اس تي ولا غادي يمشي واحد المدرسه من بعد ولا لافاك وغادي يشد ديبلوم وغادي يخدم. هذه هي الثقافه باش كابر. ملي كتجيب هذه العقليه ديال انك جاي هذه العقليه ديال انك غادي تقرا وتشد ديبلوم وغادي تمشي تخدم وداك الشيء ايزي زعما، وتجي تخدمها في الويب راه ما خداماش، غادي تصدم. لان باش تخدم عند شي واحد ماشي خدام عند راسك ندير البيزنس ديالك، لان ملي خدام عند راسك نتايا راه خصك تحمل مسؤوليه البيزنس ديالك. ملي كتخدم عند شي شركه راه المدير والرئيس ديالها ومول الشركه هو اللي كيتحمل هذا الصداع هذا، انت بالك هاني. وبالتالي ملي تكون داخل الويب راه خصك داخل على اساس بحال عندك شركه، بحال عندك شركه ديالك، بحال عندك شركه ديال النفط ولا شركه ديال ما نعرف شنو بغات تكون، وتحمل المسؤوليه ديال اي مشكل طرا عليك. وكتلقى واحد كاعي وهذا علاش سدوا لي كونت جوجل بلاي ريلي دابا داخل زعما انت لا صافي زعما سدوا لي كونت جوجل بلاي، راه بغينا خويا نخدموا لك راه سدوا لي كونت جوجل بلاي.
دابا انت درتي شي شركه في الغيال ورابط ما تقدر تنتحر وقيلا. لا الدراري اللي غادي يدخل يخدم في الدومين هذا غيكون داخل واحد المايند سيت ديال الكفاح. راه بزاف الدراري، راه الاغلبيه اللي واصلين راه داخل بالعقليه، راه كتشوفوا الدراري ولاد 15 سنه راه 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 كيديروا ارقام زوينه وكبيره، لانهم عندهم هذه العقليه. هذا ما جايش عليها على اساس انه ساهل، جاي على اساس انه يتقاتل ويتحارب وتلقى خدم بالليل وبالنهار باش يحل داك المشكل. ماشي فحال انت عاد، ماشي فحال مثلا انت غادي كتجي كتخدم كتسد لك الكونت تمشي كتقول نمشي ندير قهوه نمشي نخرج مع صحابي نمشي نفوج هادشي فيه المشاكل. انت راه الا كنتي هكا راه اسمح لي نقول لك انك من الاحسن سير خدم كارسون فشي قهوه، ولا خدم اخويا فشي يعني شي شركه، ولا خدم شي مقاطعه، ولا خدم شي حاجه. كنتي باغي الفلوس خصك تصبر، كنتي باغي فلوس كبيره خصك تصبر صبر كبير، خصك تقاتل تقاتل كبير، خصك تكافح. راه هذاك الشيء ماشي ساهل. هاد الدراري اللي كيعرفوا القصه ديالي، انا راه في الايامات الاولى باش بديت في 2014، انا راه كنخدم يومين ثلاث ايام متابعه بلا نعاس، كنخدم 48 ساعه بلا نعاس، وكنمشي كنعس لا نعس، كنعس 4 سوايع 5 سوايع ونوض عاوتاني نخدم. راه صحتي كي كانت، راه كنتي تشوف من البعيد تحسب الضلوع ديالي كيتحسبوا. راه رجعت تصاوري القدام وشوفوا كي كنت. راه هذاك الشيء راه بسبب ان ما كانت لا ماكله لا حتى شي حاجه، كاينين الخدمه وتقاتل تسد لك كونت تسد لك ما نعرف شنو، تمشي لك فلوس هنا تمشي لك فلوس هنا، تخسر 10 مليون 12 مليون 20 مليون، غاتمشي تسلف وتقاتل وتدخل الفلوس وتمشي لك وتدخل الفلوس وتمشي لك، وغادي تبقى غادي. الفرق ما بين هذاك اللي وصل واللي ما وصلش هو هذاك ملي كيطيح كينوض وكيزيد، كيطيح وينوض ينوض كيطيح وينوض، والاخر كيطيح كيمشي كيتشكى. ماما امي مش عاد ماما يتشكى ليها. بون اللي بغيت نوصل للدراري، بالنسبه للدراري اللي كيتشكاو واللي مازال كيتشكا، لحقاش دابا كندير هاد الستوريات لحقاش باقي كيوصلني في هاد الميساجات. كنتلاقى الدراري في الزنقه شحال من مره، غير البارح تلقاني واحد تقول لي اخويا راه بغيت نبدا، و مع كل احترامات ليه اخويا بغيت نبدا ولكن راه درت الريسكين، عافاك لو ورينا شي قالب باش نديرو زعما فليسات في الدروب شيبين زعما بلا فلوس. قلت له علاش ياك ما ديرش شي حاجه زعما بلا راس المال، زعما راه كلشي كاين شنو مازال نعطيك زعما عندك راس المال. هذا قال لي لا راه ما عنديش راس المال، ولكن راه بغيت نبدا الريسكين وجاني صعيب، بغيت نبدا تا ايباي ويفتح الكونت في السيل، يفتح الكونت وما يسدوا لي ديك الساعه وخصني نصوني ليهم. وكيف شنو بغيتي من غير شنو بغيتي دير زعما انت عند بالك؟ راه ماشي 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 خيريه، هادشي ماشي خيري غادي تمشي تسجل ويبقى يعطوك الفلوس ويجي يسكنوك، هادشي راه خدمه تقاتيل سهر الليل، يتسدوا لك 100 كونت 200 كونت 300 كونت، خصك تكمل. الا كملتي انت اللي غادي تكون الفرق بينك وبين هذاك اللي ما كملش هذاك اللي ما نجحش. ولكن الناس كيديروا كيشوفوا غير النتيجه الاخرانيه، كيشوفوا صافي ها هو خونا فلان، ها هو دار الفلوس دار الطوموبيل دار ما نعرف شنو دار ما نعرف شنو فلان، تبقى يشوفوا غير النتيجه ما كيشوفوش هذاك التقاتيل. وهذا ما كانت دراري، ما نطولش عليكم. اللي بغى يخدم راه كاين المعلومه، ما كاينش شي دومين دابا في الويب ما فيش المعلومه، ما كاينش شي مشكله طيح منه ما غاديش تلقى الحل ديالو. سو من الاخر جمع راسك، بركه من ديك الفشوش الخاوي ديال الدراري الصغار، كاملين كنا مفشين. وهادنا هاد القضيه ديال الهضره اللي كنقول لك جمع راسك بركه من الفشوش الخاوي، انا ما لقيتش اللي يقولها ليا في الاول، فهمتي؟ ما لقيتش اللي يقولها ونصاوك وجاني شي واحد قال لي في الاول، لذا انا كنقولها لكم مازال كتسمعها من عند ناس اخرين، هي جمع راسك وتخدم بركه من الفشوش. اللي بغى يدخل الفلوس، راه والله العظيم تلاقيت السيد ما عندوش حتى بيسي، عنده غير تليفون كيخدم به كيقاد به دي زابليكاسيون تريسكين، طايح لاقي واحد لابليكاسيون كيقاد به دي زابليكاسيون تريسكين، والله الا كيدخل بالدرام. كيوراني ادسنس هي داخله له 10 درهم البارح، اليوم 20 درهم، والبارح دخلت له 5 درهم و30 درهم عنده، كيجمع وغادي بشوي بشوي وفرحان وغادي كيتقاتل شي بشوي. راه هكا ديال الخدمه، ماشي تجي تقول لي وما عنديش بيسي وما عنديش هذا وما خصني انا كونيكسيون وخصني هذا، خص اللي عطيه لك عطيني امك شي قطره العصا، هادشي اللي خصك. اسمح لي والله اسمحوا لي الدراري، لقينا شي صراحه راه خص واحد يجمع راسو، خص واحد يتقاتل لطرف الخبز. الحياه ماشي سهل، الحياه صعيبه، انا ما عندكش فلوس راه تجرسل في هاد البلاد، ما عندكش فلوس راه حتى شي واحد ما غادي يحترمك، حتى شي واحد غادي تجرسل ديال بصح، ما غادي تلقى اللي يعطيك ما تاكل، ما تلقى اللي يسكنك، ما تلقى اللي يخلص عليك الطون والخزنس. وهذا اللي بغيت نقول، وان شاء الله قريب نديرو شي لايف، اللي عنده شي اسئله ولا شي حاجه نديرو شي لايف فيسبوك باش يبقى سيف، حيت ملي كنديرو في انستغرام ما كيبقاش سيف تما.
حتى 24 ساعه وكتمحوا. سوف نديروا شي لايف فيسبوك ان شاء الله قريب، غير الاسئله ديال الدروب شيبين لي كوميرس، اي واحد عنده شي مشكل شي حاجه كذا. شوف اللي بغى يوصل لشي حاجه راه ديريز نو اكسكيوز، واخا تكون الله يجعلك تكون ساكن في شي دهار ديال شي جبل ما وصل لك لا ما لا ضو، غادي توصل نتي، غادي توصل لاقاش لك انت كوميتد، غادي تلقى الحل لاي مشكل عندك. اما لك تي انتريسي بانك تنجح، غادي تلقى المشكل لاي حل جا قدامك. الفرق ما بين انك كوميتد ملتزم بالهدف ديالك وتكون وانك غير انتريسي بداك الهدف ديالك. قاش ملي كتكون غير انتريسي بالهدف ديالك انك توصل ودير الفلوس ودير الدار ودير وتوصل لواحد النيفو، هذا راه كتلقى الاكسكيوز داغي. واحد القضيه اخرى الدراري، ما تبقاش حاول تكون عندك ثقافه التقلاب، ما تبقاش تسول بزاف، ما تبقاش قاش كبرنا حنا باي حاجه نطوحوا فيها كنوضوا نجريو خصنا نسولوا، ما كتسناش فهمتي، ما كديرش محاوله التقلب. وتا الا كانت عندك القضيه ديال انك كنت عندك واحد محاوله التقلب كدير تقلبتي دقيقه جوج نهار يومين كتوقف، صرا ما كيبقى. شوف والله من الاسرار صراحه الحمد لله، من الاسرار اللي خلاوني نافونسي بزاف هو ما كنقدرش نسول الناس، يا ربما تسميها صفه خايبه مي بالنسبه لي انا زوينه. شي ملي كنطيح فشي مشكل ولا باغي نعرف شي دومين ولا باغي نعرف شي حاجه، تقلاب اصاحبي تقلاب. راه ملي كتكون كتقلب راه قبل ما تلقى لانفو ديال اللي الجواب على السؤال اللي انت اللي كتقلب عليه، تعلم بزاف الحوايج بديك الطريق ديال التقلاب اللي كتكون كتقلب. جوجل اصاحبي راه ما تقدر تعلم اي حاجه تخيلتيها في راسك. السر هو انك خصك تعلم كيفاش تقلب وتعلم تقلب، ما تبقاش غير كتجري وتمشي، تبقى ديما تجري باش تسول باش تسول. مثلا كيسو تقول اخي بغينا نبدا ولكن انا في واحد البلاد اللي مانعين علينا شي حاجه، ما عنديش هما. قلب اخويا على سوليسيون اخر، انت واحد قلت لي انا اصلا ما كاينش شي، ما عنديش شي فكره اصلا ديك البلاصه مثلا، ولا انت طايح في سيتياسيون ممكن انا ما ماشي. والله العظيم الدراري وحرفيا واحد السيد اللي كيصيفط لي ميساجات تقريبا كل يومين ثلاث ايام ما كيعيش شي الوقت باش يصيفط لي، وكيسولني نفس السؤال وكيتسناني نجاوبو باش عاد يمشي يخدم. تقريبا اكثر من شهر دابا كيصيفط كيتسناني دارو نجاوبو عاد يمشي يخدم. هو شي سؤال اللي ممكن تقليبه صغيره تق 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 غادي يطيح، ماشي حتى شي سؤال جاوبته على سؤال الاول سؤال ثاني سؤال ثالث شويه ولا كيمشي ويجي ويجي يسول يمشي ويجي ويجي يسول، كيتسناني ضروري نجاوبو عاد يمشي يخدم. دابا راه ديما كيطلع لي الميساج ديالو تما، تطلع لي بلي راه سول وكيعاود يكوبي السؤال ويعاود يكوبي وكولي ويعاود يكوبي وكولي ويعاود يكوبي وكولي وكيتسناني نجاوب. علاش هذا هو اللي كنسموه انتريسي انه يوصل، ماشي كوميتد. لو كان كوميتد وملتزم بالهدف ديالو راه ما يتسناش مني نجاوب، ما غاديش يضيع الوقت يصيفط لي كاع ميساج. صيفط لي ميساج المره الاولى والمره الثانيه غادي يمشي يقلب، وماشي حتى شي سؤال زعما اللي كيحتاج لا نقول ما كاينش في الانترنت، هو راه شي حاجه اللي انا غير ديرها هكا كيقول لك جوجل ها هي الاول. لهذا تعلموا الدراري تقلبوا تعلموا تبحثوا، وليلة سعيدة ما نطولش عليكم، واللايف ان شاء الله نحاول نديروه هاد السيمانة الجاية ان شاء الله باذن الله، والساعة سعيدة.